هلا هلا، مو بونوس دياس، مو بونوس تاردس اتودوس. درسنا لهذا اليوم سيكون حوار في الشارع. ففي الشارع بالاسبانيا نقول en la calle. الشارع هو la calle، ولكن حين نقول في الشارع en la calle. واضح من هذا العنوان انه سيكون لدينا حوار مع احد الاشخاص في الشارع. عادة ما نبحث عن الطرق التي نتحدث بها مع الأشخاص، خاصة الإسبان. إذن هل تحتاج هي؟ necesitas 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 necesitas. لازم أن نقرأها بهذه الطريقة لكي نعبر عن أننا نسأل. necesitas necesitas. مساعدة هي؟ ayuda ayuda. هل تحتاج مساعدة؟ نقول necesitas ayuda necesitas ayuda. تبدو، نقول pareces pareces. سواء قلناها للرجل او المرأة، تبدو او تبدين. pareces pareces. تائه هي perdido perdido. اذا كانت امرأة فنقول perdida perdida. تبدو تائها او يبدو انك تائها، نقول pareces perdido pareces perdido. في الحقيقة بالاسبانية هي en realidad en realidad. نعم هي سي. أنا تائه. estoy perdido estoy perdido. نعم أنا تائه صراحة، نقول سي. En realidad estoy perdido. Sí, en realidad estoy perdido. Sí, en realidad estoy perdido. إنني أبحث عن. Estoy buscando. Estoy buscando. شارع Cervantes. La calle Cervantes. La calle Cervantes. ولكن. Pero. Pero. لا أجده. No lo encuentro. No lo encuentro. أبحث عن شارع سيرفانتس هي. حاول أن تقرأي معي هذه الجملة. Estoy buscando la calle Cervantes. La calle Cervantes. Estoy buscando la calle Cervantes.
ولكن لا أجده. Pero no lo encuentro. Pero no lo encuentro. هذا الشارع. Esta calle. Esta calle. يوجد بالقرب هي. Está cerca. Está cerca. من هنا. De aquí. De aquí. هذا الشارع قريب نقول. Esta calle está cerca de aquí. Esta calle está cerca de aquí. واصل يمينا نقول بالإسبانية. Sigue derecho. Sigue derecho. على هذا الشارع نقول. Por esta calle. Por esta calle. Por esta calle. إذن واصل يمينا على هذا الشارع نقول. Sigue derecho por esta calle. Sigue derecho por esta calle. وخذ مثلا الشارع الثاني نقول هنا لا داعي لذكر الشارع فنقول Y toma la segunda. معنى نقصد هنا الشارع. Y toma La segunda, يعني la segunda calle. A la derecha, al اليمين. Y toma la segunda a la derecha, يعني وخذ الشارع الثاني على اليمين, فنقول. Y toma la segunda a la derecha. Y toma la segunda A la derecha. شكرا بالإسبانية هي. Gracias. أقدر كثيرا. Aprecio mucho. Aprecio mucho. مساعدتك هي. Tu ayuda. إذن شكرا أقدر كثيرا مساعدتك نقول Gracias Aprecio mucho tu ayuda Gracias Aprecio mucho tu ayuda إذن أصدقائي كان هذا هو الدرس اليوم الخاص بهذا الحوار في الشارع مع مواطن إسباني فنلتقي إن شاء الله في درس جديد لا تنسوا دعم القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وترك لنا تعليق جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته